اللي في الشارع كيس رحت كتير او ما خليتهم يشمسموا في اول ادخل ايدك دي حرام عليك امشي كده الرخامه بتاعتك دي لا 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 بس ما تهزريش اوعي هقرص اوعي صلى على النبي عليهم السلام وعليكم الشلامش لا بقولك صلي على النبي فهمتي السؤال غلط هترمود ولا كاني بتكلم انت عبيطه يا بنتي ولا مجنونه ولا ايه ظروفك يا بنتي انت متخلفه يا بنتي عندك اسهال مبكر والله عندك لا وعي متحجر يعني مش عارف مالك يعني الساعه واحده يا حبيبتي المفروض بس ما تحكيش الاكل في بوقك بس خلاص بس لا احسن يجرى لك حاجه ايه دي يلا طول هقفل الفيديو خلاص هقفل الفيديو خلاص اهدي لازم اني اوقفني بس